وجه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار بتسريع وتيرة الأعمال الإنشائية بمشروع تطوير مستشفى ناصر المركزي بمحافظة بني سويف، ووضع لوحة استرشادية بالمشروع لتوعية المواطنين بمشروع التطوير. وخلال جولته بمحافظة بني سويف لتفقد المنشآت الطبية بالمحافظة في ختام المرحلة الأولى من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية بمحافظة الصعيد، استمع وزير الصحة والسكان لجهود تحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات الموجودة بالمحافظة، بالإضافة إلى متابعة أعمال التطوير وتجهيز وإنشاء الأقسام وتطوير العيادات الخارجية وتوفير الأجهزة والأطقم الطبية. كما وجه نائب رئيس مجلس الوزراء ببدء تشغيل مشروع مخازن الأدوية بمستشفى الأمراض الصدرية بالمحافظة، مما يحقق مرونة وفعالية أكبر في توزيع الدواء. محافظات الصعيد واخده اهتمام كبير، احنا بعتنا 13 اداره مركزيه من على مستوى الوزاره في الاسبوع اللي فات بس علشان تشوف الاربع محافظات، بعتنا اكثر من 153 متخصص ومن اداره الحوكمه والرقابه والتفتيش من الوزاره، الغرض منها ان احنا الوقوف على الموقف الحالي، اذا كان في بعض النواقص نكملها، اذا كان في بعض المشاكل والتحديات نقدر احنا نتغلب معاها. الناس بتشتغل شغل محترم جدا في ضوء صعوبه الامكانيات، ولكن في تواجدنا دايما بنبقى موجودين لحل المشاكل ونجازي اذا كان في اي تقصير، وايضا ونثيب اي حد كان بيتميز في شغله. احنا عندنا مشروعات تم تطويرها عشان نقدر نطور كافه منظومه الصحه في بني سويف، واهمها هي المستشفيات وخاصه المستشفيات العامه والمركزيه. طبعا كمان بنطلب استكمال النواقص، الملف الكبير اللي معالي الوزير شغال عليه ان شاء الله وهينتهي قريبا، نواقص الادويه، اضافه طبعا الى محاوله ان احنا نغطي عجز الاطباء اللي موجود عندنا في المحافظه.